يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى 34 درجة والصغرى 24، ويكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 31-24 يكون أيضا الجو فيها حار. في مطروح 30-24 أيضا الجو حار. في بورسعيد 32-25 يكون الجو فيها حار. في الإسماعيلية 35-23 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 34 درجة والصغرى 23 ويكون الجو فيها حار. في العريش 32-24 يكون الجو حار. في طابة 33-25 يكون حار. في شرم الشيخ 37-28 يكون الجو فيها أيضا حار. في الغردقة 36-27 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 41 درجة والصغرى 26 وفيها يكون الجو شديد الحرارة. في أسوان 41-28 وأيضا الجو فيها شديد الحرارة. في الوادي الجديد 38-25 يكون الجو فيها حار. في شلاتين 38-28 ويكون الجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 36-26 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.